هذا خلاصة المسألة باختصار بدأت بها لمعرفة ما أجمع عليه المسلمون في المسألة قبل مناقشة شبهة المخالفين والخارجين عن الإجماع وتسموا بالسلفية أو الوهابية أو النجدية أو أنصار السنة المحمدية. كل دي أسماء لفكر واحد وليهم مجلة اسمها مجلة التوحيد وليهم حزب اسمه الأصالة وليهم حزب اسمه النور في مصر وليهم قنوات تلفزيونية فضائية كقناة الناس وقناة الرحمة وغيرها. كل ده علشان نعرف ان الناس دي بتتكلم ازاي. فاحنا مش عايزين بقى نتكلم من المتغطي، يعني هنتكلم بالمكشوف لان هم كشفوا وجوههم. فطالما كشفوا وجوههم احنا هنعرفهم ان احنا عارفينهم من قبل ما يكشفوها. او القرنيون نسبة لقرن الشيطان، كل دي مسميات في بلاد مختلفة. يعني بعض العلماء في كتابهم سموهم القرنيون لأن قال نجد يخرج منها قرن الشيطان فسموهم القرنيون نسبة لهذا. وبعض العلماء سموهم الوهابية لأن هذا الفكر أول ما نشأ على لسان محمد بن عبد الوهاب فنسب إليه. وبعض العلماء سموهم السلفية لأن هم سموا نفسهم كده السلفية. وبعض العلماء سموهم النجدية لأنهم نشأوا من نجد، وهكذا. علشان بس ايه ما يغركش التسمية الكثيرة وهي كلها تدل على فكر واحد. كما ورد في حديث صحيح البخاري في صحيح البخاري عندما دعا صلى الله عليه وسلم للشام بالبركة ولليمن بالبركة فقيل له ولنجدنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم عندها يطلع قرن الشيطان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشر هذا الفكر من قبل نجد، فهو مذهب شيطاني كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، أدى إلى الفرقة والجدال والمراء وسوء الظن بالمسلمين واستباحة أعراضهم بطعنهم في أغلى ما يملكون وهو دينهم، فاعتقدوا فيهم الشرك وسموا زوار قبور الأنبياء والصالحين بعباد القبور كما هو مكتوب في كتبهم إلى يومنا هذا وفي منشوراتهم. وهذا بهتان عظيم، فإن من اعتقد في مسلم الشرك وهو منه بريء فقد باء هو بها واستحقها، لأن تكفير المسلم صحيح الاعتقاد هو نفسه كفر كما يعتقد ذلك غير المسلمين بالمسلمين.